في الحقيقة التكنولوجيا وعلوم البيانات وعلوم الذكاء الاصطناعي بقت أحد أهم الموارد الاقتصادية في العالم. شركات التكنولوجيا العملاقة رأسمالها دلوقتي بيعادل ويمكن بيعدي أحياناً رأسمال دول كبيرة. رأسمال بتضخ فيه استثمارات بالمليارات عشان يطوروا بس عدد من التطبيقات الذكية أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبالتالي التكنولوجيا دلوقتي ما بقتش رفاهية، دي بقت ضرورة اقتصادية، ضرورة لتقديم الخدمات، ضرورة لتحسين الأداء الحكومي، وأيضا ضرورة لتطوير بيئة العمل. زي ما انت قلت ده يعني اهتمام الدول الكبرى، وده الاقتصاديات اللي بتقوم عليها يمكن دول كبرى. بعض الشركات بتعادل يمكن او يمكن بتعدي كمان اقتصاديات الدول في الناتج بتاعها يعني. بالظبط. عشان كده يا مصطفى كان في اهتمام كبير قوي من القيادة السياسية بأن مصر يكون فيها بنية تحتية رقمية بتساعد على توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتساعد كمان الحكومة في توفير وتحليل البيانات الخاصة بكل الخدمات عشان يكون عندها تقييم مبني على معلومات حقيقية. يمكن هو ده الهدف الأساسي بقى من إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية اللي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح. عايز أقول لك يا بسنت إن قصة إنشاء المركز ده بدأت السنة اللي فاتت لما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إحنا نأسس أول مركز يقدم خدمات تحليل وخدمات معالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مصر وشمال إفريقيا، وده طبقا لأحدث التقنيات العالمية. علشان كده تم إنشاء هذا المركز بسواعد مصرية، وتم أيضا الاستعانة بأكثر من 30 شركة عالمية متخصصة في مجال الحوسبة الرقمية علشان يكون عندنا مركز يضاهي أهم المراكز العالمية الحديثة المتخصصة في هذا المجال. طيب المركز ده بقى هيفيدنا بإيه؟ هيفيدنا إنه هيعمل نقلة كبيرة جدا في الخدمات اللي بتقدمها الحكومة. أنت النهاردة حضرتك لما تروح عشان تطلع أي حاجة أو تعمل تحليل للبيانات اللي محتاجها من أي جهة حكومية هتلاقي سرعة كبيرة، هتلاقي إنه البيانات دي موجودة، تحليل البيانات الضخمة هتكون موجودة، توفير كافة البيانات الدقيقة للجهات الحكومية في كل المجالات، ده غير إنه هيكون في منصة تعليمية رقمية شاملة، هيوفر تدريب على أعلى مستوى للشباب المصري اللي بيتخصص في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. يمكن كمان امبارح سيادة الرئيس ركز على أهمية هذا القطاع اللي بيواكب سوق العمل في المستقبل، وقال إن وظائف التكنولوجيا بتوفر مليارات الدولارات وبتحتاج لعقل وجهاز كمبيوتر بس، مش عايزين أي حاجة تانية. طيب النهاردة إحنا هنركز على توعية الأجيال الجديدة بأهمية الكليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي باعتبارها بتمثل وظائف المستقبل.